السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي محب اللغة الفرنسية من كل أنحاء الجمهورية، معكم مسيو أحمد حلمي مدرس اللغة الفرنسية، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. إيه ده؟ أنت مين؟ أنت لمين؟ أنت ما تعرفنيش؟ أنا شفيق. شفيق مين؟ أنا شفيق. أنت لمين؟ أنا مسيو أحمد حلمي مدرس فرنساوي. انت مدرس فرنساوي؟ ايوه مدرس فرنساوي. انا كمان عندي فرنساوي في المدرسة، كان عندي حصة النهاردة. طيب وبتعرف فرنساوي بقى؟ ده انا نجم في الفرنساوي. يا سلام، نجم في الفرنساوي. انت عندك فين؟ متريقش عليا. طب مش هتريق عليك، انا اسف. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف انت خدت ايه النهاردة في الفرنساوي؟ خدت درس كده اسمه البليفيكاسيو حاجه كده اخرها سيو. يعني ايه بقى بالعربي؟ يعني النفي. يعني البليفيكاسيو ده يعني النفي. ايوه. البليفيكاسيو ده يا استاذ شفيق اصلا معناه يا اصحابي لا نيجاسي، اصحابي اللي هم بيشوفونا دلوقتي اللي بيتعلموا. احنا بنعمل برنامج تعليمي اهو في الكاميرا، هي الكاميرا اهي. ايوه. فاحنا دلوقتي الدرس اللي يا ابني سيبك من الكاميرا وخليك معايا بسالي عليهم. طب خلاص، النيجاسيون معناه النفي. النفي بيتكون من ل وبا. انت فهمت الدرس الاول في المدرسه؟ لا ما فهمتش. ما فهمتش ليه بقى؟ ان شاء الله عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا طبعا عايز الحق. انا كنت جعان وانت ما تعرفنيش بقى، لما ببقى جعان ما بفهمش اي حاجه خالص. لو بتبقى جعان ما بتفهمش. ايوه. طيب تمام، انا هشرح لك بسرعه كده. هو الموضوع خالص في النفي، لما بنيجي ننفي في اللغه الفرنسيه بنحط الفيرب ما بين، خليكم معايا، انو والبا. بنحط الفيرب ما بين انو والبا، ولو الفيرب ده بادئ بمتحرك احنا بنحطه ما بين ان ابوستروف وبا. كده اظن انت فهمت الدرس. بقول لك جعان تقول لي فهمت. عامل لك ايه؟ طيب طب استنى كده، بص انا يعني هحاول افهمك بطريقتي او بطريقتك. ثواني كده، كان معايا في الشنطه هنا حاجه جميله قوي هتعجبك. عارف التوست؟ والله ما تفت على حد. لا يا حبيبي مش توست، العيش التوست. التوست ده ده حبيبي. عارف التوست ده؟ طب بس اهدى، انت جعان خالص، انا هاكلك ان شاء الله. شايف التوست ده؟ ايوه. التوست ده اصحابي ويا شفيق. يا ابني خليك معايا بسلم عليهم. طيب ماشي، بص التوست ده هنسميه شفيق نو. هنسميه ايه؟ نو. النو. طيب والتوست ده هنسميه با. حلو حلو قوي البا ده. لا حبيبي، البا ده مش للاكل دلوقتي، انا هاكلك وكل حاجه. يبقى التوست ده اسمه ايه؟ نو اهو. والتوست ده اسمه ايه؟ با. با، برافو. هنحط التوست ده النو ونحط البا. تحب الجبنه الرومي؟ الله ده بحبها قوي، ده حبيبتي. طيب بما انها حبيبتك فانا هحط حته الجبنه الرومي دي ما بين النو وما بين البا، وهنقول ان حته الجبنه الرومي دي شايفها انت عينك هتطلع عليها بالراحه. جعان قوي. طيب بالراحه، حته الجبنه الرومي دي هنسميها الفيرب. يبقى احنا حطينا الفيرب ما بين النو والبا. برافو، حاجه جميله جدا يا شفيق. هروح جاي حاطط النو وحاطط حته الجبنه الرومي اللي هي الفيرب، وحاطط حته التوست الثانيه كده اهو. يبقى انا عملت ايه يا شفيق؟ عملنا حته ساندوتش جبنه رومي جامد قوي. هتاكله 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 هتاكله. لا يا حبيبي لا، بص هو احنا عملنا سندوتش جبنه رومي وكل حاجه،
بس قبل ما نعمل سندوتش الجبنه الرومي يا اصحابي احنا عملنا، يا ابني انت سيبك منهم بسلم عليهم. حاضر. احنا عملنا لا نيجاسيون النفي، باختصار حته التوست دي اسمها النو، حته التوست دي اسمها البا، وده الفيرب اللي هي حته الجبنه الرومي اللي عينه هتطلع عليها دي. خلاص رحت جاي حاططهم مع بعض كده اهو، بقى لا نيجاسيون النفي كده. اظن انت فهمت يا شفيق. يا سلام، ده درس سهل قوي. طيب كمان جميل جدا. دلوقتي الساندويتش ده لو حليت الاسئله اللي جايه هيبقى من نصيبك. شفيق ذكاء حل كل الاسئله. برافو. دلوقتي هروح جاي جايب لك مثال، وهو المثال اللي معايا ده يا شفيق شايفه؟ ايوه. Je suis un bon élève، يعني انا طالب جيد. زي مين؟ شفيق. ايوه شفيق طالب جيد وذكي. شفيق طالب جيد وذكي. وذكي جدا جدا وشاطر في الفرنساوي. ايوه شفيق كذاب جدا. طيب Je suis un bon élève معناها انا اكون طالب جيد. انا عايز احط الجمله دي يا شفيق في النفي، في النيجاسيون، فين حته الجبنه الرومي؟ سوي. برافو سوي. طيب هنحطها ما بين ايه وايه؟ التوست الاول والتوست الثاني. برافو. التوست الاول اسمه ايه؟ نو. برافو. والتوست الثاني اسمه ايه؟ با. طب تعالى كده اما نشوف الحل يا شفيق. الحل هيبقى كده يا شفيق، وانت ولد شطور جدا وشكلك هتاكل سندوتش الجبنه. الله. Je ne suis pas un bon élève. تاني نقول Je ne suis pas un bon élève. Je ne suis pas un bon élève معناها انا لا اكون تلميذ جيد. طبعا انت تلميذ جيد يا شفيق. ايوه شفيق جيد وذكي. طيب تمام. لو حليت المثال اللي جاي خلاص حلال عليك الساندويتش. المثال اللي جاي بيقول لك ايه يا شفيق؟ جي ان ساندويتش. جي ان ساندويتش. ساندويتش دي يا اصحابي سي تامو امبرانتي دو لا لونغ انجليز، كلمه مستعاره من اللغه الانجليزيه. جو جي ان ساندويتش. يلا بقى عايزك تجيب لي الفيرب الأول فين؟ إيه؟ صح كده؟ أيوه. هنحط ما بين إيه وإيه؟ التوست الأول والتوست الثاني. التوست الأول اسمه إيه؟ نو. والتوست الثاني اسمه إيه؟ با. برافو يا شفيق. بس إحنا هنحط يا أصحابي إن أبوستروف قبل الإيه وتبقى بالشكل ده. جو إن أبوستروف أي با. يبقى je n'ai pas de sandwich. ليه حطينا هنا ابوستروف؟ علشان في هنا حرف متحرك. شفيق طالب ذكي. شفيق طالب ذكي فعلا. فعلا يا ولاد. شفيق جاب ملحوظة مهمة جدا، وهي إنه حرف الـ A حرف متحرك، فعمل له إن ابوستروف. Je n'ai pas de. شايف دو دي؟ احنا حولنا أداة النكرة دي إلى دو. ليه ما حولناش بقى كمان في المثال الأول؟ أنت قصدك في المثال ده يا شفيق. أيوه شفيق ذكي. فعلا شفيق ذكي. احنا ليه هنا ما حولناهاش وهنا حولناها؟ بص يا شفيق، لما بيبقى عندي فيرب إتر يا شفيق ما بحولش أداة النكرة إلى دو. ها فهمت حاجة؟ أيوه. فيرب إتر، عارف فيرب إتر؟ هي لسه فيها فيرب إتر؟ لا مش عارفه. ده أنت شكلك مش هتاكل السندوتش النهاردة يا شفيق. طب 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 خلاص 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 خلاص. طب تعالى بس تعالى تعالى.
تعال بالراحة بالراحة بالراحة، معلش معلش. أنا مش جعان. خلاص يا شفيق، خلاص خلاص يا شفيق، خلاص يا شفيق، خلاص خلاص يا حبيبي. بص يا حبيبي، هتاكل السندوتش وكل حاجة، بس تركز معايا. فيرب اتر حبيب قلبي هو جوسوي، شايفه؟ أيوة. توي إلي إلي، قول معايا جوسوي جوسوي. توي توي إلي 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 إلي، قولوا معايا يا أصحابي جوسوي جوسوي. توي توي إلي 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 إلي. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Ils sont. Yalla, اقرا كده يا شفيق. Je suis. Ha? Tu es. Ha? Il est. Bravo. Il est. Bravo. Nous sommes. Ha? Vous êtes. Ha? Ils sont. Ha? Ils sont. Bravo يا شفيق. شفيق طالب ذكي. أيوة شفيق طالب ذكي. خلاص. تعالى بقى كده اما نشوف يا شفيق الفيرب اتري ده في الجملة دي. بص، لما لقيت هنا ده فيرب ايه؟ اتر، يبقى اوعى تحول الى دو. وصلت الفكرة؟ ايوه. طيب هنا ده فيرب ايه؟ فيرب افوار، حولنا الفيرب الى دو. اذا بتحول اداة النكرة الى دو، أدوات النكرة اللي هم إيه؟ أن للمذكر، إن للمؤنث، دو للجمع، بنحولها مع كل الأفعال عادة مع فيرب إتر. وبكده أكيد يا شفيق أنت فهمت الدرس. أيوة شفيق فهم، بس أنا عندي ليك بقى حتة أغنية أسهل من كل ده. أغنية؟ يعني أنت بتفهم فرنساوي ونجم في اللغة الفرنسية وكده؟ تريت عليا. طيب ما اتريقتش عليك، بس حبيب قلبي آه، انت بتعرف تغني؟ ايوه. انت بتعرف تغني بقى يا شفيق؟ ايوه. شفيق ذكي في الفرنساوي وذكي في الغنى وذكي في كل حاجه. طيب غني لنا يلا الدرس اللي انت بتقوله ده، وانا اديك الساندوتش ده. غني معايا. غني معاك. حاضر يا شفيق. يلا ماشي. قبل الفيرب تحط النو، بعد الفيرب تحط با، لما تلاقي أداة النكرة هتحولها إلى الدو، لما تلاقي فيرب إتر اوعى تحول إلى الدو، لما تلاقي متحرك قبل الأحرف حط أبوستروف. ما شاء الله، قول تاني كده. قبل الفيرب تحط النو، بعد الفعل تحط البا، لما تلاقي أداة النكرة هتحولها إلى الدو، لما تلاقي فيرب اتر اوعى تحول الى دو. برافو ما شاء الله. قبل الفيرب تحط النو. خلاص يا شفيق خلاص، انا عايز اختم مع زمايلي، اختم مع التلاميذ. طب ثواني يا شفيق. طب يا جماعه يا شفيق، يا شفيق انا عايز اختم، عايز اختم الحلقه. مش هينفع كده يا شفيق، مش هتاخد الساندوتش يا شفيق. طيب حبايبي في كل مكان، محب اللغه الفرنسيه في كل انحاء الجمهورية، انا بتأسف لكم على اللي بيعمله شفيق ده، بس هو خلاص لما بيبقى جعان ده اللي بيحصل له. نشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية. كان معكم مسيو احمد حلمي مدرس اللغة الفرنسية بشبيني لكم. اورفار. الفيرب تحط البوا، اما تلاقي اداة النكرة هتحول. السلام عليكم. طبعا مروان، مروان باسم احد الطلبة المميزين علميا وكمان فنيا، ولد متميز، وانا مبسوط جدا انه كان معايا النهارده. بحييك يا مروان على ادائك الجميل ده، وان شاء الله استنونا في فيديوهات جايه مع مسيو احمد. بتحيي شفيق. حل حي شفيق. يلا لولو رفار. السلامه.